مرحبا بحضراتكم. النهارده بقى انا معايا نموذج من ذوي القدرات الخاصه، ولد امور متفوق دراسيا، كل الجمال في صوته، اجمل حاجه واحلى حاجه هو صوته. هو طبعا عضو فريق دار الاوبرا لذوي القدرات الخاصه، ورغم ان هو كفيف ولكن بيقدر يحفظ الاغاني بطريقه غير يعني طبيعيه، شاطر جدا في المدرسه، يعني مش عارفه اقول ايه ولا ايه عليه بصراحه، ولد متميز جدا. ده غير شهادات التقدير طبعا اللي حضراتكم شايفينها، هو متميز، واخد من دار الاوبرا شهادات تقدير، واخد شهادات تقدير سني كمان في المدرسه على تفوقه الدراسي، طبعا حاجات كتير جميله. بس قبل كل ده بقى نتعرف الاول على حبيبي محمد شعبان. ازيك يا محمد، ازي عامل ايه؟ حضرتك؟ الحمد لله. منور يا حبيبي البرنامج. منور حضرتك. انت عندك كام سنه بقى يا محمد؟ 13. انا شايفاك بتحب بقى الغنى، وفي دار الاوبرا بقى لك ياما. بقى لي 5 سنين. 5 سنين في دار الاوبرا، ده انت تلاقيك بيت عبد الحليم حافظ بقى دلوقتي، صح؟ طب محضر لي بقى النهارده، سمعت ان انت محضر لي اغنيه لعبد الحليم، عشان انت قلت لي بقى ان هتغنيها لي، اسمها جانا الهوى. جانا الهوى. طب يلا ورينا بقى صوتك الجميل بقى وسمع الجمهور. جانا الهوى جانا ورمانا، الهوى رمانا، جانا الهوى جانا ورمانا، الهوى رمانا، ورمش الأسمران شبكنا بالهوى، ورمش الأسمران شبكنا بالهوى، أمر رمانا الهوى والعزنا، واللي شبكنا يخلصنا، اللي شبكنا يخلصنا، اللي شبكنا يخلصنا، ده حبيبي شاغل بالي، يابا يابا شاغل بالي، يابا يابا شاغل بالي. جمال ده يا محمد، شكرا. انت كده بقى هتعدي عبد الحليم وهتعدي المطربين التقال قوي ان شاء الله في المستقبل كده. إيه انت بتحب تغني اللي اسمه بهاء سلطان، صح؟ اغنيه إيه اسمها ايه؟ انا مصمم. طب انا عايزه اسمعها بقى. انا زعلتك في حاجه، طب ايه يا حبيبي هي؟ بتدار عينك ليه لما تيجي في عينيا؟ وحكايتك بس ايه؟ فيك حاجة مش عادية، قولي يا حبيبي حاجة ما تصعبهاش عليا. انا مصمم مش ماشي قبل ما تتكلم، ما اقدرش اسيبك تتألم، ساكت يا حبيبي ليه؟ انا ضايقتك، طب قلت حاجة ما تتقالش، مش ماشي ولا سايبك تمشي قبل ما افهم في ايه. الله، صوتك جميل يا محمد. شكرا. برافو عليك، ممتاز. عبد الحليم بقى انت بتغني ليه على طول، وفي اغنيه جميله كده كنت قلت لي عليها قبل ما ندخل الهوا هتغنيها، اسمها عايش. ايه؟ عايشه، صح؟ طب يلا بقى وريني كده، انا والجمهور عايزين نسمع بقى عايشه. عاش 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 اللي قال، عاش اللي قال الكلمه بحك في الوقت المناسب، عاش 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 اللي قال، عاش اللي قال لازم نرجع أرضنا من كل غاصب، عاش عاش العرب اللي في ليلة أصبحوا ملايين تحارب، عاش اللي قال للرجال عدوا القناة، عاش عاش اللي حول صبرنا حرب ونضال، عاش عاش اللي قال يا مصرنا ما فيش محال،
عاش ليك ابنك، عاش عاش عاش، عاش اللي حبك، عاش عاش عاش، ربنا تبارك أحلى نهارك، ربنا تبارك خلى نهارك أحلى نهار أحلى نهار. ده انت مبدع يا محمد، انت مبدع، ايه الجمال ده؟ ما شاء الله عليك، يسلم صوتك. بقول لك بقى يا محمد، انت في المدرسه برضو بتشترك في الحفلات بتاعت المدرسه؟ اه لما بيكون في حفلات بشترك فيها. زي حفلات ايه بقى كده؟ زي حفلات بتبقى في المسرح عندنا للعيد الطفوله، لعيد الام. انت بتغني في الاوبرا ايه بقى، سولو ولا مجموعه؟ ساعات سولو وساعات مجموعه، بس كتير بغني سولو. وماما بقى دورها ايه معاك في اللي انت بتعمله ده كله؟ بتساعدني، هي وبابا بيساعدوني ساعات في الاغاني، وبيقولوا لي احفظ الاغاني وبحفظها. برافو عليك يا محمد، انا فخوره جدا بيك، وان شاء الله تيجي معايا تاني مرات تاني في برنامج ماما شادو. شكرا يا حبيبي. شكرا، انا اتبسطت جدا معاك النهارده وصوتك جميل. ربنا يخليك. في نهايه الفقره بشكركم واشوفكم في حلقه جديده من برنامج ماما شادو.